نقراه الحق الصيف، هذا ناشط هذا مقلق وهذا جظيف. توريست رايحين جايين ما فهموش كيفاش تصير، طعام ونصر ولا ودهشين كي يهضر الفرنسي تحير. خونا مقران رهبل في الشمرة داير كوزينة، مع الطاوس زاد همل ديما تكتوكا وروينا. خونا معمر والفنان جابه شي دخلوا، كاش ما يكتب على الزمن الحس عليه قوى. خوتي يا لطيف ديما مع الجاوي وبخور، الشمرة يضرب الخفيف الناس رايحة ليه تزور. عبد مع ولادو في حالة ديما في الهرج ودواس، مع مرتو ديما تقلالة ومرزوق حكمو الوسواس. زعما زعما جاوي حوسو في الفواياج دونوس، أحمد دونا وليد دوسو زواج هذا بريكوس. يا ربي بالك مع ملاك بسيكولوج دو سيرفيس، منها ما كاين سلاك وتزيد لك التوسويس. وزوزو عندك عنيش قايمه بيه تقول سخير، لانيفرسال التفشيش وتعمل له عرس كبير. اجي اجي تشوف الفندق راه الحق الصيف، هذا ناشط هذا مقلق وهذا جظيف. توريست رايحين جايين ما فهموش كيفاش تصير، طعام ونصر ولا ودهشين كي يهضر الفرنسي تحير. خونا مقران رهبل في الشمرة داير كوزينة، مع الطاوس زاد همل ديما تكتوكا وروينا. خونا معمر الفنان جابه شي دخلوا، كاش ما يكتب على الزمن الحس عليه قوى. يا خوتي رواحوا لتزاير داك لو بيزاج، يعقل فيها يبقى حير لا بوتي سوفاج. صافا مصور؟ صافا ترجعي؟ الحمد لله اني فايني. ماك مخسر فؤاد؟ ها مالك شكاين؟ لا هالليامات برك ناسي والو. شاني ناسينها فكرني. رقبت على امك؟ خدي مدة مرج قالت لي اختي كنت بسكينة راهي مريضة ومرات شفتها تقارع لها تطفر وهي شحال تعبت عليك 9 شهور وانت في كرشة، شحال قراتك شحال دواتك حتى ردتك كبير. الله يبارك لك تضم باجاجيست من خصك والو. ما تحاولش تغلط فؤاد، الوالدين عزاز. منصور عليك تزيدني على همي على ها صي ها بتولي اللي يدرك مصلح اجتماعي. ها خلينا ابن عمي. انا حبيتك حبيت نصحك فهد. الوالدين عزاز الوالدين عزاز فؤاد. دكرة نشوف هذا دكرة صحيح. الله يسمح لي بلوم والو. واش كاين؟ ما
كلش زلزال لا البحر ما فاتش لا راح يسمعش تحليل لا صح ودي تسمع بخير بدو وليدك مازال ما دخلش حتى لدرك سفيان كيفاش سفيان ما دخلش صح حبدو بالعقل خليك بالعقل هاتي هنا هاتي هنا وليتي وراكي جايه اقعد هنا وراكي جايه هاو المفتاح راه يستنى لك هاي الله يسهل كوراج منصور خويا مزيان برتك اسمح لي هذا موتين مش حمام رفد علينا اسمح لي العقل ما راش عند خوك اسمح لي هذيك الناس هاي داك تاع مش كاين قول لي سي منصور ياك انت خويا ياك يلحم بابك ما شفتي سفيان سفيان ولدك لا بويا لا بوك ما شفتوش اي حقا قبيله راهم جماعه جاوا رفدوه الدواء بالطوموبيل طوموبيل؟ ايه كي داير الطوموبيل انا خوك كي داير؟ انا الطوموبيل لاكولير ما نكذبش عليك لا شوف عمي عبد انت مقلق روحك على هذاك الولد هذاك يتقلقوا عليه كيفاش؟ دير حسابك باللي هذاك الولد راه وراشي والكلاوي نتاعو ما يديروا بهم والو دوك يردوا لك ياه عليا الدواء على الكلوى؟ لا ما داواش على الكلوى الدواء على عينيه وقع عليه مسكين ودي انا عينيه زرقين اسيدي يا ماشي حسن انا ما نشوفش انا ما نشوفش العكس عمي عبد ما نشوفش الله غالب قول لي الحم بابك الباب الباب راه محلول ولا مبلع؟ راه محلول ياك راني عند الباب اخويا برا راني نستنى تجي بتروح تجي بتروح نستنى هيا ما كاش مشكل الحي راه يتخوف في لوتيل راهي الوحده ونص نلعبها عما وصي ماما طبيب راح يشوف شكون ماما علاش تخليني جيت حاجبوني تقلقت عليك يا وليدي ليه يعني خلينا نعاودش سكت طيب ساكتي كي دير لي غايه داينا غايه يطلع النهار ونتلهم معاك تتبلت في السوق وحنا باتوا قاعدين ما نعاودش بويا هما مرحبا بك فؤاد روح شوف فليزات فؤاد روح رفد عليه فول فليزات فؤاد منصور انا ما عنديش فليزات صباح الخير عمي مرزوق صباح الخير منصور ولا فليزات صباح الخير سي مرزوق صباح الخير واش راك راني لاباس وانت راك مليح شوف الساعة 9 ونص وانتوما مازالكم راقدين ايا فطنوا ايا نودوا لعند الله
رانا فاطنين. فاطنين انا فاطنين مصباح. رانا فاطنين سي مرزوق. ربي يعين عليكم فاطنين. انتم راكم راقدين بالوقت فيا كي تجي جا. نروح المكتب ودرك نولي. صوفيا نوض راه 11. شكون ما جاش؟ 11 قلتي شكون ما جاش؟ صباح. هيا نوضت قاعد. شحال عينك؟ بعدا نتقهوى مازال كاين رقد باش بغيتي نعس. شوف الشيء اللي صرا البارح ما نبغيش يتعاود، فهمت؟ راح تسمع فيا. اش درت البارح؟ عندك اش تدير البارح؟ ما دار والو. لا ما درتش. قاعدين كاع الليل. خليتناش نرقدوا. أنا صح نرقد من بعد الهضره. قول لي البارح وين روحت؟ معامر روحت؟ وشكون هما هادو اللي روحت معاهم؟ تعرفهم صحابك مداري تخرج معاهم؟ واش درتو كاع الليل حتى الصباح؟ اهدر. قاعدوا نجاوبك عليهم. وي ماشي قاعدوا تجاوب عليهم. شو تسخسي صباح لله. هيا هيا غير بالحبه ونجاوبك. بزاف بزاف الهضره. اشربوا قهوه مادامها راهي سخونه. شوفي اشربي انت قهوتك ها وخليني انا نتفاهم معاه. اوكي 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 عابد. خلاص الهضره قاعد راسك. هاي ها صح هاي غادي نشرب قهوه. ها صح صح. الو قول زكريا جا عندي العشيه. هاني هنا. صح صح. مرحبا 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 مرحبا. تفضل تفضل. مرحبا بكم مرحبا بكم. الله يبارك الله يبارك. الله يطول في عمرك ان شاء الله. الله يطول في عمرك الحاج. مرحبا بكم مرحبا بكم. كراك الحاج لاباس؟ الزواج نتاع من؟ ما تقلقش يا بابا ما مشي الزواج. لا لا. مرحبا مرحبا بكم بالحاج. مرحبا بك. الله يطول في عمرك. مرحبا بكم مرحبا بكم. هاي مرحبا 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 مرحبا. لك حاجه اخويا تهلا في الحاج راهي بركه. ها الله يطول في عمره ان شاء الله. بوغوس سي منصور الله يخليك. سي منصور شوف لنا غرفه تكون مشروحه ومريحه. احنا الغرف نتاعنا كاع مشروحين ومريحين ولاباس. طاهر طاهر. ها الله يبارك طاهر. ايه طاهر راك ريزيرفي. صحيح عقلت عليك طاهر. قول لي سي طاهر الشومبر لي شخص ولا لي شخصين؟ لا لا شخص واحد. يا ربي نسيت والله لا نسيت الطهر شو بغيت اقول لك. المهم اعطيني الاسم المقيم. كمال عبد الرؤوف. انا عبد الرؤوف النكوات تاعو. بابا بابا انا عم وليدي. البطاقه ديالك اعطيها لي. وشنو؟ اعطيني البطاقه ديالك. البطاقه؟ ايوه. ما شديتها انت؟ سامحني. تفضل. ها صح. ما كاش مشكل. مرحبا بكم مرحبا بكم الحاج. الله يطول في عمرك الحاج. مرحبا بكم. هاي المهم قول لي شحال باغي يطول ليله ولا شهر؟ بغيت نسقسيك برك سي طاهر. الشهر وحده في الاوتيل وعلاش واسره ياك راه بينكم وفي في مكان هادئ. كونتي بون؟ شكرا. نقدر نصرف؟ تقدر. ايوا ما نزيدش نوصيك. تهلا لي في بابا. نديرو في بلاصه بابا. تهلا لي في الشيخ بابا. ما يكون الخير ان شاء الله. ساعة ساعة راني نعيط لك. ها ان شاء الله. بابا على خير. C'est bon, hein? Cheikh Rahm installé dans le confort. Mission accomplie. شوف الريحة شوف البنة شوف. رايح حي غير محمر ولا يا هاي
هادو لي فامي تاع لوتيل. ها هذا عمي عابد صياد الحوت هذا. الصحة عليكم. ها هذه زوجة تاع تفضل. الله يسلمكم الله يسلمكم الله يسلمكم. واش كترجع مع الهضرة؟ تفضل عمي الحاج. السلام عليكم. راني حطيتك عند واحد ما يهدرش كاع. هذا عقل يعرف يكتب مسكين. هي تغسلينه. الله يبارك. درك الفطور تاعك راه واجد درك نجيبه لك. بارك الله فيك. هاي تهلا فيها معمر راه تهلا فيها. اربع سنين ياك يا شكون هذا؟ شكون؟ قصه طويله من بعد فهمك يا عم معمر. هيا تهلا. هيا جيب الطبسي تاع عمي الحاج راه واجد يلا. مرحبا بك. عليك صح الله يسلمك طول عمرك. اتعشى اتعشى. هاي هاي الحاج على بالك الحاجه دي ماشي خدمتي بس انت عزيز عليا بزاف هذه وصيت عليك الخدمه. بارك الله فيك. هيا نزيدك مايونيز ولا حاجه؟ لا 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 هيك والله شطيح نزيدك حاجه ولا يطول عمرك يا وليدي. هيا بصحتكم بصحتكم. الصحه عليكم. استغفر الله ولا حول ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحاج هذا كاس ما هوش طبسي. مع الوقت كل شيء يجوز. والسن راهو ما يرحمش. الإنسان يجوز على الصغر ويجوز شبابه بعزه وبقوته حتى يساميه الكبر وهذاك النهار ينحي له التاج اللي فوق راسه ويظهر له كل عيوب اللي ما كانش يعرفها من قبل. يا شيخ نقول لك حاجه ما زالت البركه. اسمح لي هاكك هاك فوت بشويه تاع الماء. نعم الماء والله ما سمعتك. هاك شويه تاع الماء باش تفوت الدواء. اي والله غير عندك الحق الذريه نتاع اليوم قلبها اعمى. صحه وليدي بصحتك. الله يعيشك. الحياة أمل فمن فقد الأمل فقد الحياة هكذا قال أفلاطون. الحاج يا شيخ كول. عطانيش قلبي. إذا ما عجبتكش الماكلة نجيب لك ماكلة أخرى. نعم قلت لك إذا ما عجبتكش الماكلة نقول لهم يجيبوا لك ماكلة أخرى. مرة أخرى هي أنا في سني. يا المصيبة تاع أولادي هي هذيك المرة هذه. مساء الخير عليكم. مساء الخير. اه جيت واقيله في الوقت. الجماعه راهي هايله. سمحي لي مدام نوال. جوزي جوزي جمال. مدام زوزو يا اخي ما تاكلنيش. لا لا ما تخافيش غير قعدي غير قعدي. صحيت. اي ماما يا ماما. سمحتكم تهضروا على الطمينه وقريب يزيد واقيله قريب الطاوس. ان شاء الله بربي. ايه انا نقول لكم الصحراء وغيظني هذاك الشيخ. لو كان جا شيخي على بالكم ما نسمحش فيه دقيقه ندلو هكذا. انت حلالتي يا بنت حلالك. سبحان الله هادو والدين اي كومام. شوفي يا زوزو هاكي انت ربيتي كلب. اه ساشا سي ما في. يا عمري يا عمري على ديك المحبه. الله يحفظكم من العين. شتي كلاب وما سمحوش فيهم. الوالدين مساكن يولدوا ويربوا ويكبروا ومع الاخر يصرى لهم هكذا. اواه انا يليق نخمم قبل ما نجيب الدراري. تربيه الوالدين لما تكون ناقصه الخبره اوتوماتيكمون النتيجه تنعكس على الاولاد. جي با كومبري. باغي نفهم انا كانوا عندي زوج ولاد كي كبروا مشاو للخارج ونساوني يمو ليسي توت سول يمو بليي. ما راكيش وحدك راكي معانا. شتي مسكينه الله غير تغيظ عليها ربت كلب احسن العون. نقول لكم يا خاوتي البارح بيت كاع الليل وانا قاعد والله ما جاني النوم كاع خلاص. ودي بيت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. راني درت لها قطره حدي با. تفضل. جماعه الخير كي راكم فهمتوني
الشيخ هذاك راه مطيح مني النفس بزاف بزاف. يا عجبه يا ربي. صحيح. فايت اسبوع من اللي راهو هنا في اللوتيل ولا حد جا طلع ليه ولا زارو ولا هادو بني ادم ولا واش هادو. يا مصيبه هذه والله هنا مصيبه. نقول لكم حاجه، لو كان شتو النهار اللي جا ولدو واش قال لي؟ اي واش قال لك؟ واش قال لك يا منصور؟ قال لي بدا بيك خصنا غرفه مشروحه ومريحه وجميله. خاف عليه مسكين وجابوا اللوطيل. لو كان غير داه دار العجزه بالعقل تما كاين اللي يتكلفوا به ويسهروا على صحته. شوف واحد كيما هذاك ما يقدرش يعيش وحده. انا نقول لكم كاينه حاجه جمعنا، ما انا مازال مانيش فاهمها حتى الضروري. واش هي عمي كيفاش هذا الطاهر جاب باباه رماه هنا في اللوطيل عاود ما يديه لدار العجازه؟ هذه ماني فاهم والو انا يا دروك. انا اسمح لي عمي عابد كل حال. علاه؟ كل احتراماتي با دو لا سي لا تيت فابل. علاه؟ مي سي لا تيت فابل غادي يخليك استدراك. سي احمد الله يخليك عاود له كل شيء مجدد. ركز معايا. إيه؟ ركز. ايه ايه السي طاهر هذا ايه من الهاي صوص. كيفاش هاي؟ هاي صوص اخي اخي فهمتني؟ صحاب الدراهم. ايه ايه وصحاب الدراهم هادو هما عندهم عيب يطيشوا والديهم في دار العجزة. إيه؟ حقا حقا يجيبوا سانكي موتيل. إيه؟ موتيل سانكي طوال هكا. إيه؟ إيه؟ باش يغطي المصيبة اللي راح يدير. إذا سمحتوا سمعوا سمعوا سمع سي عبد السلام. اسمع في هذا الباب سمع شوف. إيه؟ ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك. قال جبران خليل جبران. يا عمر استنى استنى. يا يسلم له قيمه هذيك برك. والله لا الناس زمان عندهم ما قالوها. والله لا عندهم ما قالوا 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 جيتكم بالزياده. لو كان الله يخلف على عمي عبد لو كان ماشي وليده كان يبات مع الشيخ كنا اليوم نديروا له الجنازه. انا عرفت بلا مزيتي والله لا بلا مزيتي. شوف انا والله لا كنت دايره كي بويا الله يرحمه. ولو كان عندي كثر كنت ندير كثر من اللي يلزم. الله غالي الله غالي. شوف انا ما كنتش نبغي في الوقت الله غالي لي كليون كاع كنت نكره هذا ودو كان نبغي. خلوني نهضر. الناس كيما هادو ماذا بهم يرموا والديهم لان باش يعيشون هانيين. لو كان زوجوه وجابوا له مرام شي خير نيشان زوجوها. عمي معمر اموال بالزواج هذه الثانيه ويسلم القيمه هذه. عنده الصح عنده الصح. انا واحد من الناس نزوج ونجيب له مرات ترفضو خير من اللي بقى يتعايش هكا ما هاك وهاك. هو علاش لا عمي عبد اخويا هذه عندك انت واحد النيه. ايه على بالك باللي لو كان يزوجوه ايه راهم يكثروا الورطه. ايوه وتنقص. ايه شايله هذه ما فهمتش انا هذه تاع ويم شايله هذه مي اسمح لي. ايه نيفو با على بالكم انا البارح ما رقيتش الحاج خلعني. علاش كاينش اسرى؟ البارح كنا راقدين في نص الليل نوضني قال لي جيب لي كاس ما ولدي. قلت له ما كاينش مشكل. جبت له كاس ما شرب بعدا شاف فيا تنشوف فيه طلع في صبعه وبدا يشهد ومن بعد طاح في المخده. انا قلت مات يبس هاي قلبي يحبس. والله مسكين. بابا الشيخ بابا الشيخ بابا الشيخ بويا انا ما زيدش نبات معاه. والله راني انا نغبن مانيش الاز. علاه؟ راني خايف لا يموت ولا تاني خاف على محصن انا وكاع. وزيد تاني ديفون حاس روحي شيبان. والله كل يوم معاه كل يوم. انا مازالني صغير بويا بات معاه انت وصغير. شو؟ ها والله مازالك صغير. مازالني صغير. يا ولاد الزغب اللي عندي يا حقا هادي مالي ما بنتي هادي غير بغدا بليلتي ولا مساوتي قلبي في السيد ومرتيه كل الناس عندها وخلينا نروحوا. اسمع عبدو على بالكم انتوما اللي راكو تعجنوا دوك واش نديروا؟ السيد راه مريض واش نديروا؟ يموت بابا ما عنده والو خاصه لي زاناليز باش نكونفيرمو. لي زاناليز لي زاناليز تي طبيبه تي قاريه ميتين. الاولى قلت لك ديري بيولوجي ولا بيوتكنولوجي ولا جيولوجي ولا زولوجي حتى فيها جيولوجي. سفيان قول لكم شنو ديروا؟ شنو ديروا؟ شوف
هو الطروق عند هذاك منصور هذاك. شنو قال لك؟ قال لك بويا روح شوف السي منصور وقول له يجي عندنا في الحي. صافي صافي سفيان انا جايه. قعدي تم. ريم ريم بقاي معايا كش ما يصرالوش بيك يا بنتي. بابا الشيخ راك تسمح فيا بابا الشيخ؟ رمجة 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 السلام ورحمة الله وبركاته. يا درا الشيخ كي صرالو في السبيطار؟ واش نقول لكم حالته ما تعجبش في الحقيقة ولكن هكذا ولا أكثر ولا لا نساب يا سيدي غير الخير. واش قالوا لكم في السبيطار؟ المسكين راه في يد الله مات طلع له السكر والله يجيب الخير. السكر هذا دار حالة في الناس. شوف انا قررت بربي ان شاء الله مليون فصاعد السكر هذا الله ما زاد دخل لي للدار خلاص. انا دير علي احمد دخل الملح. اسكت الملح طلع الولا طوفيا ولا او او. شوفوا يا جماعه انا راني باغي نقول لكم حاجه. تفضل تفضل تفضل. واش قلتوا له كان نروحوا نجيبوا ولادو ونصالحوهم معاه هكذا على الاقل نكونوا صفينا القلوب بيناتهم. واش من فكره مليحه ياك يا سيدي. واش كاين ياك شافي باللي حلفنا وقلنا ما تقولوش لولادي يا مرزوق يا مرزوق. ما تسمعش الكلام الفم اسمع كلام القلب سيدي. اسمع كلام القلبكم القلب يهضر. ايوا تقعد غير تعلق. واش نقول لك؟ يعطيني الرقم تاع التليفون اللي خلاه لك عند وليدو ولا ندبر راسي. ما كان لا تليفون لا والو. واش انت غادي تشقى حتى لعند ولادو تجيبهم وانا نروح للسبيطار نجيبو وتلاقوا الحشيه هنا. جيبو في الطوموبيل. ايه هاو فاش نجيبو؟ انا نوجد له شمره. بارك الله فيك. وما تنساش هو يحب لي زافيزغول. شتو يضل يقرمش في الفيتراب؟ شتو جيب له لي زافيزغول. ما فهمتكش سي مرزوق. ايا ما نضيعوش الوقت. ايا نتكلم عليك نتكلم عليك احمد ربي يعينك. سلامه. ايا ايا سي مرزوق سهل ان شاء الله. احمد الشيخ طالع له السكر وهو يقول لك زاميز قال هذه هضره قال. واش السهل السي اي جماعه راكم كاع هنا. اهلا سي الله يخليكم. لازم نلقاو حل للشيخ كمال هكذا وانتم لازم تعاونونا. خلوش هكذايا وراني في لوطيل. انا راني عايل نقول لكم صح بدا بيا لو كان تعاونوني تصيبوا لي حل اسيدي. ما تتقلقش سي مرزوق اسيدي ولا شك تقلقش. دوك نجبروا حل ونشوفوا هاد المساله ونبينا صلينا عليها. نلقاو نلقاو ولادو نلقاو الحل. حنا ولادو ما لقيناهمش واش راح نديرو؟ يا ودي انا رحت حتى للدار وين يسكن هو اللي عنده ولادو ما لقيت حتى واحد. ارجع ارجع ارجع. واش كاين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هاد ولاد واقف ورا بويا. اسم ولاد الشيخ كمال. ايه بويا وين؟ تفضل تفضل تفضل. ما كاين والو ما كاين غير الخير. حريح حريح. سمحوا لي يا جماعه دوك الولد. يا تفضل. انتم ولادو؟ ولادو وانا سبب هاد القصه. انا اللي جبتو هنا حطيتو ومشيت. تاني الطمع حبيت نورتو وهو حي. غادو من داك مشيت عند النوتير انا وخويا محفوظ نحوس على الورثه بابانا. لما خرجت الكتيبه وعرفت باسمنا اسم العائله وخرجت لا سكرتير ودخلت معها انا المكتب وتفاجات بالشيء اللي مخليه بابانا. وهاد الشيخ قاعد في قاعة الانتظار شاف فيا وقال لي انت ولد كمال معروف السبتي. تفاجأ قلت له وين تعرف بابا؟ باباك راجل فحل مجاهد عظيم راجل بدا الثورة الثروة تاعو بعرق جبينه حجرة بحجرة. استغفر الله يا ربي. والغريب في الامر غريب في القصه هي لقينا بابانا كريم وحنين بزاف و70% من الاملاك تاعو مدها الفقراء والمساكين وديع العجزه وخلانا كاع حكا وخمم فينا وخلانا 30% باش نعيشوا بها كرامه. كان تو فاش عرفتوا بلي كتكون حنين وكريم ها ولا شها ها ولا شها.
بابا بابا سامحني بابا أرجوك سامحني بابا. شو كيف؟ شديد. تفضل ريح بابا ريح. تفضل اقعد اقعد. اسمح لنا بابا اسمح. ريح اسمح لنا بابا قسم لك اسمح لي بابا اسمح لي. نقول لك حاجة كون غير عاشوا لي ولد ديال الوقت هذا بابا باليوم ما عنده وين يمشي يبقى في داره يلا بابا للقرار دي فيها بخصال وبعرق شبيده بابا نوض نمشي لدارنا نوض يلا رامي قارعوا فينا بابا يلا روحوا الله يسهل روحوا الله يسهل وتهربوا فيها هاي 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 الكابة تاعو عندي في لا ريسبسيون هاي نمدها لكم والله يسهل هاي تفضل تفضل هاي يا جماعة انتم ربي يجازيكم ما هيش حاجة سهلة هاي حاج تهلا في روحك الله يسلمك بنتي الله يسلمك هذا الشيخ الله يخليك يا بنتي خليني نشوف في عينيك ولو بدقيقة الله يسترك ويحفظك بالعين أقول لك حاجة يا بنتي الحقيقة قد ما تكون مرة الفاكهة نتاعها حلوة معليش أي أي الله يستركم يا ولدي أي تفضلوا معي تفضلوا